لغاية اليوم يعني بعد خلينا نقول من عام 2013 هو العام اللي تم إقرار نظام الحماية المؤقتة فيه، لغاية اليوم اللاجئ السوري مجازا طبعا غير قادر أنه يتأكد أو يتحقق إذا عليه كول أو لا. معظم أخوة السوريين صاروا يترددوا ويخافوا يراجعوا شعب الأجانب أو مديريات الهجرة حتى يحثوا البيانات، لأنه أحيانا شخص ما يراجع مثلا خلينا نقول دائرة الهجرة فجأة يتفاجأ وهو قام يحدث بيانات أنه عليه كول، سواء كان متعلق بالسكن أو سواء كان متعلق بالشيمي 14.